ما شاء الله، شنو هالأداء الصراحة اللي يعني أكثر من مقنع يا بعد قلبي. أنا بس أبي أسألك، يعني لما شفنا هالمجموعة الأعمال لك نحس أن يعني الأداء لأنه كان وايد قوي وروعة واختياراتك جدا منتقى، يصير أصعب المرحلة الجاية أو الخطوة اللي بعدها أنك أنت تختارين شيء بنفس المستوى. أي طبعاً. فمن كذي يعني شنو المعايير اللي تحطينها للعمل اللي بعده؟ وخلينا نتكلم عن جمان مؤخرا، يعني شنو المعايير اللي حطيتيها علشان توافقين على الدور؟ شوفي، هو الدور فيه رسالة، الدور نفسه، أنا ما أقول المسلسل، الدور نفسه في رسالة موجهة للرجال دايركت، اي يعني، وراح يكتشفون الرسالة هذه في الحلقات الأخيرة، يعني أنا ما بيحرق على الناس يعني. شفناهم بكر ترى. لا هم راح يكتشفون بعدين. وصلت الرسالة. وصلت الرسالة، هذه يعني الدور هذا في رسالة يعني، وأنا موجهته لفئة معينة من الرجال، إن شاء الله مو كل الرجال. بس المعايير يعني للمستقبل في المسلسلات المستقبليه، شوقتينا نشوف الحلقه هذه الاخيره. المعايير راح تكون شوي صعبه مستهلة. يعني